وما تكونش قراءة، قراءة المقابلة. كانت المقابلة كما كنا كنتوقع تكون مقابلة جد صعبة في لا كاليتي جوار اللي عند الفريق الخصم. حنا بوغ اتخ فخون كانت فرصة في دوري التميز اننا نعطيو فرصة لاعبين شبان ودايوغ مرغبين لسنا ابطال بحكم انه هذا هو ليفيكتيف اللي عندنا. تاخت كاين 17 جوار اللي كيترينيو معانا، مي مازال ما كاينش، مازال ما توصلناش بلي ليسونس ديالهم. يعني لحد الساعه اون دوا ترافاي افيك هاد ليفيكتيف هكذا، هذا اون دوا بروغريسي. ما نكونش كاذب على الجمهور، يكون جد صعب. دراري صغار يفون دو لوغ ميو، يتقاتلوا كيضحيوا، عندهم دلا كاليتي، بوكو دو كاليتي ميم. القسم الوطني التالي ما خاصش غير الشجاعه، ما خاصش غير لا كاليتي، خاص دوتر فاكتور، دوتر كريتير عند لي جوار باش نقدروا نسيروا القسم الوطني الثاني. سينو كنقول للدراري هاد لي جون برافو، انا ساتيسفي من بوكو جوار. كما كنقولوا صعيب باش تلعب بهم كاملين، يكون الوضع جد صعب. كانوا دو جوار دو شون هما اللي متاحين، اللي هما السي عماد سربوت والسي ياسين الفيلالي، اللي بتشاور مع الطاقم الطبي في انهم لعبوا دو ماتش في الشامبيونا. وكان لون فواياج من العيون، كانت لا شارج، كنا غادي نريسكيو بهم الى لعبناهم. نفضل انني نكمل بال11 اللي عندنا. داير هادو هما اللي كاين دوتر جوار كاينين سون بليسي، بحال ماشيش اللي توفى له الجد ديالو الله يرحمه ويوسع عليه اليوم، و قليس كيساب لي صفر دارني ماتش. سينو ليفيكتيف عندنا تخو غيستخان، نطلبوا من الله الفرج ان شاء الله والتيسر باذن الله. لا ترى من غادي نجتهدوا شي بيرسونيلمون شي بلا كالكان كي فا ليسي، غادي نجتهدوا غادي نخدموا بهاد اللاعبين. قلت لك عندهم اون مارج دو بروغريسيون، امر ماشي مستحيل ولكني كنقول صعب صعب. يعني خصك وقت، خصك دوزيام ديفيزيون ما خصكش تغلط، دري ان جون يقدر يغلط. يعني لو جون ما خصكش تحاسبو على كلكو ديتاي اللي غادي يديرهم. فوالا يكون امر صعب، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفق البريزيدون انه يرفع المنع.